السيدة الحرة هي الحاكم الفعلي لمدينة تطوان. ما مختلفينش، يطمع عند سيدي محمد العامل. حكم تطوان هو في النهاية لعائلة المنظري وعائلة ابن راشد. السيدة الحرة كتهدم ولا كتساعد الحرب؟ أنا اللي كنوزع الأدوار، وأنا اللي كنعطي الأوامر، حيت أنا حاكمة تطوان وأميرة الجبل. علاقتنا مع الدولة المغربية كانت دائما علاقة مودة واحترام في السلم ولا في الحرب، وهذا علاش أنا كعثماني جزائري كندير يدي في تخوتي المغاربة للجهاد ضد الغزاة الأجانب. وجبيك يا اللي تتهيا لبك في كل